السلام عليكم ومرحبا بكم كامل. اليوم الحديث ديالنا هو على البيان تاع 19 جوان 1965 اللي كان صرا فيه الانقلاب ولا الاصلاح الثوري كما سماوه جماعة الرئيس الراحل هواري بومدين. اما لا نقراو في هذا البيان اللي كان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللي كانت خرجت في 6 جويي 1965. اما لا نقراو نبداو بالنداء ايها الاخوة المواطنين، ويحكي لك على كيف الجزائر جابت الاستقلال ديالها. إن 5 من شهر يوليو 1962 كان اليوم الذي وضع فيه الشعب حدا لحقبة من التاريخ، يعني الاستقلال تاع الجزائر. غير أن هذا اليوم كان أيضا بداية لأزمة سياسية نتجت عن تناقضات عديدة وحتمية تراكمت طيلة 8 سنوات من الحرب التحريرية أشرفت فيها بلادنا على حافة الهوية. يعني هنا الموضوع هذا فيه بزاف تعمق، اللي حاب يتعمق يفهم القصد هنايا. ولم ينقذها من الحرب الأهلية آنذاك سوى الوطنية النزيهة ووعي المجاهدين المخلصين من أبناء هذا الشعب الأمين. يعني هنايا اللي بالك راه صغير وما يشفاش، كانت الثورة تاع منطقة القبائل في 63 واللي ولات حبست كهجم المغرب على الجزائر. فبعد مرور 3 سنوات من استرداد السيادة الوطنية نشاهد بلادنا نهبا للمكائد والدسائس وطمع للأنانية والأهواء الشخصية. أنا أحكي لك على بنبلة. وهنا ثاني، لا تنشأ إلا لخدمة غرض واحد هو مبدأ فرق تسد. يعني هنا واش كان داير السياسة تاع نظام بنبلة اللي كان فيها بومدين ثاني مخلط، بصح أنا ما تفهم فيها والو. إن الحسابات الدنيئة والأنانية السياسية وحب السلطة المتناهي قد بدت في أوضح صورها وأجل مظاهرها في القضاء على إطارات البلاد وفي المحاولة الإجرامية للنيل من سمعة المجاهدين وكرامة المقاومين دون إعارة أدنى اعتبار وتقدير لكفاحهم البطولي ولماضيهم المجيد. غير أن الجيش الوطني الشعبي الحافظ الأمين لمجد جيش التحرير الوطني لم ولن يتخلى عن الشعب الذي هو منه والذي يستمد منه قوته ووجوده. إن هذا الجيش لن يتخلى عن الشعب مهما كانت المنازعات والأطماع وتنوع أساليب الخداع. وهنا يا علامة استفهام، يعني اللي يشوف تاريخ الجزائر، يعني الجيش الوطني الشعبي يبقى الجيش الوطني الشعبي. المهم، ومن ثمك دخل أيها الشعب الجزائري الكريم. يعني هنا اللي داروا مجلس الثورة اللي كانوا قالوا باللي خرج بعد هذاك الانقلاب، هنحكي لك على هذو الجماعة اللي استجابوا لندائك الصامت العميق. يعني هذو الجماعة استجابوا لنداء الشعب. وأن يلبوا دعوتك المجلة، إن هؤلاء المناضلين قد أخذوا على أنفسهم عهدا بأن يعيدوا إليك حريتك المغتصبة وكرامتك المداسة. وما دفعهم إلى ذلك إلا إيمانهم واقتناعهم بأن الوقت قد حان لكف الشر. يعني هنا ثاني حدث ولا حرج، يعني بعد مرور الوقت، إن أي مواطن جزائري مهما عظمت مكانته وعلت مسؤوليته لا يمكنه
أن يدعي بأنه وحده يمثل الجزائر والثورة الاشتراكية في آن واحد. أهنا ثاني الوقت ورنا عفايس واحد أخرين، ومهما بلغت السلطة من درجة في الفوضى فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي كان أن يتصرف في مقدرات البلاد كما لو كانت ملكه الشخصي. وهنا ثاني شفتوا كيفاش الجزائر مشات كشغل الجماعة ورثوها من 62. يعني هذا الحوار حوار شباب وهايل، بصح وصل من بعد حاجة واحد أخرى. إن قائمة الأخطاء طويلة، هنا يتكلم لك على بن بلة. فقد أقيم الحكم على تبذير التراث الوطني والتلاعب بأموال البلاد وبرجالها. يعني البلاد هنا كانت خاوية فارغة الخزينة، ما كانش واش تبذر. وارتكز في ذلك على الفوضى والكذب والارتجال والديماغوجية، كما أقيم على التهديد تارة والمساومة تارة أخرى وحجز الحريات الفردية وانتهاك الحريات العامة، إخضاع فئة وإرهاب أخرى حتى يستكين إليه الجميع خشية بطشه. وربي يرحم الجزائر من هذاك الوقت. ومن ثم ينتقل إلى أيها الشعب الجزائري الأبي، يعني شكون في 62 اللي كان يفهم هذا الصوالح ولا يفهم هذا اللغة العربية الفصيحة. المهم، لم يكن صمتك خوفا أو خضوعا للاستبداد كما كان يظن الطاغية الذي عزل اليوم عن من الحكم، يعني هنا يا ولاو بن بلة. فقد اعتقد أنك استسلمت لنوم عميق. المهم إلى آخر الفقرة. ومن بعدك ثاني، أيها الشعب الكريم، وقد اتخذ هذا المجلس جميع التدابير والاحتياطات لضمان النظام وحماية الأمن والسهر على سير المؤسسات، وسيعمل مجلس الثورة على تحقيق الشروط اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية جديدة. يعني مثل من 65 وحنا نسييو إقامة دولة ديمقراطية جديدة تسيرها قوانين تحترم الأخلاق والمثل العليا. لليوم في الجزائر ربي يرحم هذا الصوالح إلا من رحم ربك كما يقولوا. وبمعنى آخر، دولة لا تزول بزوال الحكومات والأفراد. يعني مازال حتى اليوم مازلنا ما قدرناش نديرو هذا العفسة تاع الدولة لا تزول بزوال الرجال، بصح أسسنا نظام لا يزول بزوال الرجال. يعني الدولة مازال ما دولة الأخلاق والمثل العليا والديمقراطية في رأيي مازال ما وصلناش ليها. إن النهوض بمجتمعنا لا يمكن أن يتم إلا بتمسكنا بمعتقداتنا واحترام تقاليد شعبنا الأصيلة وقيمة الخلقية ومثله العليا، وتثبيت الحكم الثوري على أساس تقدير صحيح وسليم للمركزية الديمقراطية وللتشييد مجتمع اشتراكي حقيقي. يعني هي في الحقيقة الاشتراكية والمثل العليا ولا المبادئ تاع الشعب الجزائري ما تتلاقاش، يعني زوج حوايج كما يقولوا خطان متوازيان. ومن بعد كيجي، أيها الأخوة المواطنون، غير أن الظروف الدولية للشخص أن يستغل. هنا يحكي لك على المؤتمر الأسيوي الإفريقي اللي كان نظمته الجزائر، بصح قال لك نظمه بن بلة، أمامها المناورة الميكافيلية التي أحكم نسجها الدكتاتور الطاغية. هنا بن بلة كان دكتاتور طاغية. المهم هذا كما يقولوا تاريخيا، وكان يأمل أن يستغل هذا الحدث التاريخي لا ليدعم مثلنا العليا في التضامن والسلم، وليشوف كما يقولوا تصريحات بن بلة وش كان يقول بن بلة في هذوك يعني بعد الانقلاب هذا ولا قبل الانقلاب،
يعني يعرف السياسة الجزائرية وين كانت رايحة، والجزائر وين كانت رايحة ثاني. إن بن بلة بعد رفع القناع عن الخداع والمغامرة والمغالطة السياسية سيتلقى المصير الذي خص به التاريخ كل المستبدين. يعني بن بلة هنا كان ديكتاتور، بن بلة برك هو اللي كان ديكتاتور في الجزائر. المهم، وهنايا عن مجلس الثورة هواري بومدين، الرئيس بومدين كان خرج ثاني، بقى كما يقولوا بتصريح من عنده. مجلس الثورة هذا هو كان متشكل من هذا الأعضاء، المهم منهم أحمد بن شريف، شالي بن جديد اللي من بعد حاول ينحي جماعة بومدين. كان ثاني بو بنيدار صالح، هذا اللي بالك يحوس عليه، يلقاه باللي واحد الوقت كان مع الجماعة ومن بعديك ولا كونتر الجماعة، لما تفهم فيها والو. يعني هما نهار الاول كانوا مع بن بلة وبو مدين، ومن بعديك داروا مع بن بلة مع بو مدين. يعني وين يجي وين يدور الريح يدورو. بوتفليقة عبد العزيز، محمد السعيد هذا ثاني معروف وتاريخه مازال غامض، و يعني ما بحثناش عليه بزاف هذا الشخص هذا. المهم ربي يرحمهم كامل، كان محمد والحاج يحيى ومحمد صالح والطهر الزبيري اللي كان من بعد حاول يدير تصحيح ثوري هو ثاني، يعني خلطة صحيحه. ومن بعد كنجيو لتصريحات اعضاء من المكتب السياسي ولا واحد الجماعه اللي ثاني راسكم الدور ثاني. هنا الاخ منجلي في تصريحاته، بخلاف فرد او اثنين كلهم كانوا غاضبين على كيفيه التسيير التي تنافى تماما مع قرارات المؤتمر. يعني هنا يا الخوه كانت كامل في المعارضه، بصح شكون اللي ناض غير ايت حمد وبوضياف وجماعه تيزي وزو كما يقولوا لهم. الخاوة كامل كانت ساكتة. هنا تصريح تاع بشير بومعزة، هناك انتقاد نفسي يجب القيام به، وإذ كانت هناك إيضاحات تقدم فإني أعتقد أنه واجب على كل جزائري حقيقي أن ينتقد نفسه. يعني هذه كلمة شابة. ومن بعدك وأن يفضل الفعالية على التصفيق. لقد وصلنا إلى نقطة تتصف فيها بلادنا بالجمهورية الديمقراطية الشعبية، وكان على رأسها رجل يتولى جميع هذه السلطات التي لم يتولاها من قبل أي ملك عبر الزمان. ومن بعديك يعني بومدين دار نفس الشيء. المهم كان له سياسة ديالو، بصح سياسيا طبق نفس الشيء، والخوة كامل بلعت فمها. هنا ثاني الأخ محمد محساس، إلى تشييد مجتمع اشتراكي جديد تشغله الشاغل مصالح الطبقات الكادحة في هذا البلد. يعني الفلاحين، يعني في الحقيقة صراع خدمة في الجزائر، بصح كان خذت الوقت، كانوا قادرين الشعب الجزائري كان قادر يكون في وضع أخير من الوضع اللي راه فيه. أحمد مدغري، إن جميع الإخوان الذين قاموا بمسؤوليات من الاستقلال لزموا الصمت من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية. يعني الخاوة كامل كانت غالقة فمها. هنا ثاني الأخ محمد والحاج، هنا الأخ محمد والحاج اللي يشوفه ثاني، هنا كان يقول على بومدين ديكتاتور واحد الوقت، وهنا راح يساند في بومدين. يعني الجماعة كامل تساند الانقلابات. المهم عقلية واحد الوقت، لقد كنا دائما معارضين للسلطة الشخصية والديكتاتورية وللظلم. وهنا تصريحات محمد والحاج، كان الجماعة كامل عارفة بلك بومدين هو اللي كان مورا بن بلة، وبطبيعة الحال كان يستحيل التعبير بكل حرية رغم النظم الموجودة وبرنامج طرابلس وميثاق الجزائر، ولكننا صبرنا على تلك الحالة لسبب واحد
وهو إنقاذ وحدة البلاد ومنع إراقة الدماء. إن اختيارنا معروف إبان الحرب المسلحة وبعد الاستقلال، وإن اختيارنا سيظل اشتراكيا. هنا ما نعرفش إذا كان الشعب خير هذا الخيار. المهم ذلك أنه يضمن الوحدة والعمل والسعادة للشعب الجزائري والطبقات المحرومة منه. أو 60 سنة من بعد الاشتراكية ما جابت لنا ولو، وللأسف بقي ذلك في الخطب والمهرجانات ولم يطبق عمليا. هنا ثاني طاهر زبيري ويوسف خطيب، المهم الجماعة كامل كما يقولوا رفضت، مشات مع الانقلاب ولا التصحيح الثوري. وهذو الجماعة اللي كانوا صوتوا على قائمة نواب الموقعين على العارضة هذيك، ومنهم محمد والحاج كما قلنا، علي يحيى عبد النور اللي كان معروف بالديمقراطية ديالو، بايق أخاموخ، بوداود عمار بوداود، بومعزة بشير، وهنا تشوفوا الأخضر بورقعة. يعني هذاك الزمان كان مع بومدين، وكاقب الوقت قل لك كان قال لك جيش الحدود ما تفهم فيها والو. المهم بوتفليقة عبد العزيز، شريف بالقاسم، تيجاني هدام، مساعد يا شريف، محمد السعيد، سايف احمد، ومحساس احمد، والقائمة طويلة. وهنا يا تصريح تهواري بومدين، يعني اللي كان فيه هو نفس التصريح اللي قرينا فوق. وقد انتهى عهد التجيل والتضليل وقضى على الحكم الفردي وانطوت صفحته الى الابد. كما قلت لكم للاسف يعني عبارات رنانة، وبصح كما يقولوا التطبيق والو. وكما يقولوا لكل مرحلة عندها رجال ديالها والناس ديالها. المهم الخطيرة طوال 3 سنوات وشردت سفرة المناضلين الثوريين. يعني هنا كان يحصل في بنبلة فيه الترغيب والترهيب وسيلة لحكم النظام المتبع. ويعني تاريخ حكم بومدين ثاني فيه واش تشوف. وهنا يحكي لك على يعاودي يولو لك على بنبلة والطاغية المستبد بميله إلى خلق الإرادات واستعباد القوى الحية في هذه الأمة وإهانتها وسعيه إلى عرقلة أجهزة الدولة وتجميدها وبخلق أسطورة المهدي المنتظر حول نفسه. قد انتهك حرمة الثورة وخلق شرعيتها وذلك عمدا وعن سبق إصرار، وقد ترتب عن ذلك كله مع نظام حكمه ترك ثقيلة الأرزاء تتخلص في ذوبان السلطة الدولية وتلاشيها. مفهوم ديما يعني بن بلا كان فاهم الاشتراكية بواحد في المفهوم، وهما كانوا فاهمينها بواحد آخر. فلم تكن أعماله صادرة عن دراسة. يعني اللي يشوف هنا سيال كما يقول الوقت تاع الحكم بن بلا 3 سنوات بعد الاستقلال والخزينة فارغة والمشاكل، ما كانش قادر يدير المعجزات كما يقولوا. المهم يعني كما يقولوا الركبة مايلة كما يقولوا في منطقة الشاوية ثاني. لم يرمي من ورائها في الحقيقة إلا التأثير على الجماهير وخلب عقولها وكسب مودتها لينسيها بذلك تناقضات سياسته الطائشة المضرة المبذرة لثروات البلاد وميزانية الدولة. يعني هنا يا بعد في 2023 لكم الاستنتاج واش تبدل واش ما تبدلش، واش يعني نفس الإيقاع الموسيقي ديما يدور، يعني نفس الطبل ونفس الطبالين ونفس الطبلة. المهم هنا يلحق لك يعني يعود لك نفس الشيء، أيها المواطنون أيها الشعب الجزائري،
هنا نقول له واحد الحاجه، ان الثقه والاستمرار اللذين يسودان البلاد رغم المحاوله المغرضه الرجعيه التي قامت بها شرذمه من المشوشين المحترفين الاجانب لخير دليل على ان الحكم الذي كان قائما على الكذب والتضليل اضعف من ان يصمد امام اراده الشعب. يعني هنا الشعب ما شفنا لا شعب خرج لا والو، يعني اللي كانوا خرجوا به يعيطوا على بن بلا، اداو شو يوم طرق وراحوا للدار والبقيه مصره والو. فالهدوء الشامل عقب سقوط الطاغية قد كشف القناع الذي كان يخفي وراءه حقيقته مرة وواقعا مؤلما. إن استجابة الجماهير وجمعية الأمة لنداء يوم 19 جوان التاريخي إلى برهان ساطع على ترحيب الشعب بذلك، والجيش الوطني الشعب المنبثق من الشعب والمكرس جهوده لخدمته، والحارس الأمين على المبادئ المقدسة لثورتنا قد أدى رسالته بمساهمته بصورة حاسمة في إرجاع الشرعية لثورتنا. يعني انقلاب واحد آخر. المهم كما يقولوا روح أنت أصيب كما يقولوا رأس الخيط أيها المواطنين. إن والواقع إنه إذا كنا قد تجنبنا الكارثة وإذا استطعنا المحافظة على بعض مكاسب الثورة، فإن الفضل في ذلك يعود إلى الفلاحين والعمال وإلى نضجهم السياسي قبل كل شيء. أودي أتزيري هذاك الوقت ما كانوا فاهمين فيها والو، كانوا غير يخرجوا يعيطوا شوية تحية وتحية. المهم وكل واحد كان لاتي بالهم ديالو. أقر به نظام اختاره الشعب لنفسه، وذلك أن التسيير الذاتي في كل القطاعين الفلاحة والصناعي لم يكن إلا من صنع الفلاحين والعمال وحدهم، ولئن حاول الحكم الفردي أن يتبنى ويستغل لفائدة هذا النظام فإنه في الواقع لم يزد على أن أصدر قانونا أقر به نظاما اختاره الشعب لنفسه. العمال اعتنوا وتشجيع على تبذير رأس هنا المنشار في بنبلة. أما قد زال الشدق بالاشتراكية الزائفة الجوفاء، يعني الاشتراكية ديالو كانت اشتراكية واحدة أخرى. فعلينا المعب وعزم وصادق. إن نقطع على أنفسنا العهد بأنه لن يعود بعد اليوم في هذه البلاد مجال الارتجال الأعمى، ولن يسمح بالتبذير الذي أوشك أن يقضي على مبدأ التسيير الذاتي نفسه الذي هو أحد أركان الأساسية لاتجاهنا الاشتراكي. المهم ثاني هنا يا لقراءة التاريخ تاع الرئيس بومدين يكون يعرف كما يقول الجواب. أيها المواطنون هنا تقشف. وأخيرا فإن مستقبل بلادنا سيكون رهن إرادة كل جزائري وعلى قدر تمسكه بالمبادئ التي استشهد من أجلها خيرة أبنائها وصفوة إخواننا. يعني هذا كما يقول كلمة شابة ثاني. المهم كما يقولوا المجد والخلود للشهداء. يعطيكم الصحة كي وصلتوا معنا حتى لهنا، ولي يحب يقرأ هذا البيان يحوس عليه ولا ما لقاش نبعث لكم كما يقولوا فوتوكوبي نسخة. يعطيكم الصحة ونتلقاو في ساعة الخير.